عايز اقول لكم كمان من النقط المهمه جدا اللي ضروري ان انا قبل ما اختم الحلقه اتكلم فيها الحقيقه، يعني جمهور الاهلي متعود من النادي الاهلي دايما على طموح معين. الصعوبه في الموسم ده ان انت الموسم اللي فات ما جلتش منك ولا مره، خدت كل حاجه، فمش هنبقى متقبلين، او جمهور الاهلي للاسف الشديد ما بيتقبلش ان هو يكون حتى مركز تاني في اي حاجه. خلونا بقى المره دي ندي فرصه لنفسنا ان احنا نصبر على الفرقه دي بعد الاعداد القوي ده وبعد موسم قوي جدا، ونحقق بطولاتنا ان شاء الله. اكيد ده هدفنا، اكيد ان احنا نحقق البطولات، لكن نصبر على مجموعه من اللعيبه الجداد، نصبر على السكواد اللي اختاره الراجل ده بنفسه، هو المره دي اللي مختار السكواد كامل، اللي هو مشى اللي مشاه وجاب اللي جابه، ما كانش فيه اي تدخل من اي حد لا في النادي ولا بره النادي على اختيارات مستر مارسيل كولر، ودي نقطه مهم نحطها في الحسبان. ودي تقاليد النادي الاهلي لما يبقى فيه مدير فني هو المسؤول عن اختياراته بالكامل عشان يتم حسابه بالكامل. الراجل ده نجح نجاح مبهر الموسم اللي فات الحقيقه، خد العلامه الكامله، كل البطولات اللي شارك فيها خدها، ولسه عنده كمان بطوله هي دي محسوبه على الموسم اللي فات بالمناسبه، السوبر ده بمناسبه ان احنا خدنا دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات، فبالتالي الراجل ده عنده لسه بطوله ناقصه من الموسم اللي فات هناخدها ان شاء الله، ربنا ييسر الامر يعني وناخدها. الراجل ده جاب عناصر جديده من اختياراته، كل الدعم ليهم، سواء امام عاشور او رضا سليم او اي حد هو اختاره، كل الدعم ليه من جمهور النادي الاهلي. كمان العناصر الشابه اللي طالعه، يعني احنا في كام اسم اللي في المنتخب الاولمبي مع زعلوك مع ناس كتيره كده الاهلاويه خدوا بالهم من اسماء جديده، كل دول لازم يتصبر عليهم، والراجل عامل لهم بروجرام مميز جدا، خدهم معاه معسكر الاعداد، وده شيء بالنسبه لهم اضافه كبيره جدا، وبالنسبه له هو شافهم كويس وخلاص اختار دول، فبالتالي كل الدعم ليهم وكل الصبر عليهم من جمهور النادي الاهلي. مش عايزين احنا اللي نحرق لعبتنا بنفسنا، لا، دول لعيبه صغيرين هتاخد فرصه، منهم اللي ممكن يكمل وممكن حد منهم يطلع اعرف يناير مثلا، ما هو ده استثمار في لعيبتك برضو، انت بتستثمر في الجيل بتاعك الصغير ده، يا هيجيب لك فلوس يا هتجيب له انت بطولات بعد كده، هو هيبقى جزء من النادي الاهلي وهيبقى جزء من مشاركات النادي الاهلي في بطولات كبيره قوي. فالنقطه دي مهم ان جمهور النادي الاهلي يفهمها، مهم ان احنا نصبر زي ما صبرنا قبل كده، وصبرنا ده جاب نتيجه ان انت عملت موسم استثنائي زي ما احنا مسميينه، موسم استثنائي على كل الاصعده، سواء على البطولات او حتى في الانشاءات وكل حاجه. مجلس اداره النادي الاهلي الموسم اللي فات عامل انجاز مش عادي، انجاز تكراره مش سهل بالمناسبه، لكن احنا متعودين على ده ومصرين ان احنا دايما بنبص للي بعد كده، بنبص على الاحسن. احنا المره دي كمان في كاس العالم للانديه، خلي بالك القرعه مش حطاك في الطريق بتاع دوري بتاع بطل اوروبا، فبالتالي انت طموحك من دلوقتي، وجمهور النادي الاهلي كله دلوقتي ماشي يتساءل ان احنا طموحنا ممكن نبقى نوصل للمباراه النهائيه بسهوله. ليه؟ انت مش محطوط في بطل اوروبا في السكه. مباريات صعبه، مباريات كلها صعبه في كاس العالم للانديه او ماتش السوبر او دوري السوبر الافريقي، كل دي مباريات صعبه. رسالتي لجمهور النادي الاهلي ان احنا نصبر على فريقنا كالعاده، واحنا مستنيين منهم كل البطولات كالعاده، وندعم ندعم الفريق في كل المباريات وفي كل البطولات، ده دورنا كجمهور النادي الاهلي. دي كانت رسالتي لجمهور النادي الاهلي، ومش هنلاقي احسن من كده ان احنا نختم بيه حلقتنا في 7 داي سبورت النهارده، وان شاء الله نلقاكم الاسبوع اللي جاي في 7 داي سبورت يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله الساعه 6، انتظرونا. وفي الختام خير سلام.